بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مع هذه المجموعة من المكعبات الثلاثة. نأتي نفتح العلبة، هذه ورقة كتيبات إرشادات وتعليمات. طيب، نستخرج المكعبات الثلاثة من العلبة. هذه هي المكعبات. هذا المكعب الأول، إذا فريته هكذا. طيب، هذا المكعب الثاني هو نفس الأول تماما، لكن الإطار اللي هنا عميق طويل، الإطار اللي هنا قصير. لاحظ داخله نفس هذا. الآن هذا لو أفر داخله نفسه، هذا الإطار طويل فهو مخفي، هذا ظاهر نفسه تماما. المكعب الثالث لا، مختلف تماما. هذا راح نأتي له إن شاء الله في المقطع القادم. الآن خلينا نضع هذا على جنب، ثم نأتي للمكعبين. نبدأ بهذا مثلا، نخلط المكعب. في طريقة حل هذا المكعب توجد حالتين، لحل هذا المكعب توجد حالتين. أول حاجة أبدأ باللي هنا في الحواف، أصفر أزرق، أصفر أزرق. إذن هذه أضعها هنا، هنا أزرق أبيض، أزرق أبيض، هذه هنا. الآن هنا أزرق أحمر، أبحث عن أزرق أحمر، أزرق أحمر، أزرق أحمر، أضعها هنا. الآن اللي هنا أحمر أصفر، أحمر أصفر، هذه القطعة هنا. خلاص الآن فعلت اللي داخل، اللي داخل خلصته. يجيني المراكز، ألوان المراكز. ألوان المراكز فيها حالتين. الحالة الأولى هي أنه ما في مركز محطوط في الوجه حقه ولا مركز، مثل هذه الحالة. أبدأ بالأبيض. القانون يقول طريقة المسكة اللي فوق يبقى يجي أمام الأبيض، المركز يبقى يجي هنا عند الوجه الأبيض. وتكملة طريقة المسكة اللي في الأمام يبقى يجي شمال. هل البرتقالي يصلح يجي هنا؟ لا، هذا وجه أحمر، إذن الأبيض ما نفع. أروح للأزرق، الأزرق فوق يبقى يجي أمام، صحيح، والأمام يبقى يجي شمال، صحيح. أصفر يبقى يجي عند الأصفر، واليمين يبقى يجي تحت، برتقالي، هذا برتقالي. يا سلام، إذن هكذا طريقة المسكة، تمام؟ فوق يبقى يجي أمام، أمام يروح شمال، و
اليمين يروح تحت. عرف طريقة المسكة الصحيحة في الحالة الأولى. الآن أطبق القانون التالي: وسط عمودي هذا اتجاهي، وسط أفقي عكس عقارب الساعة، وسط عمودي عكس اتجاهي، وسط أفقي مع عقارب الساعة. يا سلام، وبهذا الشكل انحل المكعب. هذه الحالة الأولى اللي تجي. طيب خلينا نشوف الحالة الثانية. أبغى أطبق الحالة الثانية هنا، هو نفسه هذا وهذا واحد. خليني الآن أخلطه بشكل عشوائي علشان نجي للحالة الثانية. الخطوة الأولى أبدأ أعدل اللي هنا، هذا أخضر برتقالي، الإطار أخضر هذا برتقالي، أضع هذا هنا. الآن اللي هنا أخضر أصفر، أفر أخضر أصفر، تمام. الآن اللي هنا أصفر أحمر، أفر هذا أصفر أحمر. الآن وضعت الإطارات وهم بالداخل ما يبين، حطيتهم في أماكنهم الصحيحة، تمام. لاحظ مثلا هذا برتقالي أبيض، شوف برتقالي أبيض. الآن خليني أجيب هذه نفس الحالة السابقة، لا أنا أبقى الحالة الأولى. هذا الأزرق البرتقالي الأبيض، شوف الأزرق يبقى يأتي هنا عند الوجه الأزرق، والبرتقالي هنا عند الوجه البرتقالي، والأبيض هنا. طبق القانون: الوسط العمودي اتجاهي، الوسط الأفقي عكس عقارب الساعة، الوسط العمودي عكس اتجاهي، الوسط الأفقي مع عقارب الساعة. شوف كله انحل صحيح. خليني الآن أجيب الحالة الثانية مباشرة. الآن أجيب الحالة الثانية مباشرة، هذه الحالة، هذه الحالة الثانية. عقب ما تعدل اللي في الداخل، عقب ما تعدل اللي في الداخل تجيني هذه الحالة. لاحظ هذا مستوي بالكامل، هذا مستوي بالكامل، أضع المستوي بالكامل، واحد يمين واحد شمال. هذا الأزرق يبقى يذهب تحت عند الوجه الأزرق، هذا الأخضر يبقى يذهب فوق عند الوجه الأخضر. طريقة المسكة هكذا، أتبع القانون التالي: وسط العمودي اتجاهي، ثم وسط الأفقي مرتين، واحد اثنين، وسط العمودي عكس اتجاهي، وسط الأفقي مرتين. يا سلام، انحل وبالصورة الصحيحة. واضح؟ هذه الحالتين اللي تجي. بقي حل هذا، إن شاء الله نأخذه في المقطع القادم، لأنه صعب ويحتاج إلى شرح مفصل. شكرا لكم على المتابعة أصدقاء الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.